كينك ناوي باش تاخذ بولويت كامله معايا للاخر خاطر باش نعطيك لازمك تعرفوا الكل. سينو قبل ما نبدو يا لايك وخلينا كومنت على الكهرباء بتاع المره الجايه وخلينا نسكر العشاء ده في اقرب وقت. الكهرباء هذه تجينا بديزاين محلي على الاخر وحتى الانتريور نتاعها تسعاتي برشا على الجولفويت. تجينا بديجونت 15 بوص يتسميو صغار. الكهرباء هذه تجينا موتوريزاسيون 3 سيلاندر 1 لتر تي اس اي تعطينا 95 شوفودين و 175 نيوتن متر. الكهرباء هذه توصلك من 0 ل 100 في 10.8 سكوند ومعاها بوات مانيال 5 رابور. جينا فوليوم دو كوفر يهز 351 لتر تتسمى سافال الحجم متاعها. بالنسبة للكهرباء هذه راهي فيابل على الاخر و جيست بركة لهوة كهو يعني كل شيء تعمله في وقته. بالنسبة للسوم متاعها بالنسبة لي نشوف فيه غالي شوي خاطر فرد السوم متاحة فما برشا كراهب اخرين تسميه وخير منها. يعني كان باش تاخذ في لوكازيون موجود، كان باش تاخذ في جديد موجود،